طيب ان جنرال بقى نقول نصايح بقى للناس كلها ازاي نحافظ على نفسنا هيلثي ونتجنب بقى وجع الاذن. نحافظ على الوزن، نحاول نقلل الوزن قدر الامكان، نتابع التعليمات الصحيه في الجلوس والوقوف، نحافظ على المشي بصفه منتظمه على الاقل نص ساعه يوميا، ان ما كانش نحافظ على تمرينات حتى لو انت مش قادر تمشي نص ساعه. في تمرينات اوليه ممكن تعملها وانت قاعد في البيت. لازم نتابع الهيلثي فود، الطريقه الصحيه في الاكل، انت فاهمني؟ كل الكلام ده احنا عندنا حقيقه في مصر احنا ما بنتبعوش نظرا للنظام الحقيقي. احنا محتاجين نعمل هذا الكلام عشان نقدر نكون خاليين من الامراض. طيب ممكن بقى نقول ادوار الكعب العالي هل فعلا هو بيسبب مشاكل للعظم؟ الكعب العالي ممكن ياثر على الفقرات القطنيه، اللي ياثر على وتر اكيليس، بياثر بين الاسترسز على مشطيات القدم من قدام، ممكن يعمل الام مزمنه في القدم من قدام. شرفتنا دكتور، ما نتمنى لك التوفيق.